نلت منها فإن نلت يوما من بلاها رزيتان فبالصبر تنجو فهو درع مدرع كما صبرت عند البلية حرة غدا توقفنا عندها وهي تسجع على أقبر على أقبر في نبعة البان عمرها ثلاثة أولاد وبالزوج تربعوه تقول وقد مضت فؤادي بنعيها أحباي من لي في الشدائد مفزع صبرت فكان الصبر خير مطية وهل جزع مني يفيد فأجزع صبرت على ما لو تحمل مثله جبال برضوى أصبحت تتضعضع وجفت من العين الدموع وإن شكت وإن بكت فما هي إلا من دم القلب تنبع الصبر وما أدراك ما الصبر هو تلك المطية التي نقطع بها أمواج فتن هذه الدنيا ومحنها حتى يأتي الحديث من لا صبر له لا دين له بدون صبر حتى الدين يروح معتقد يروح ثوابت تتزلزل يعني جبال تنهار بدون الصبر حصن ثم أن كلفته أهون بكثير من الجزع قل أمير المؤمنين عليه السلام الجزع أتعب من الصبر أنت تريد بالجزع ترتاح؟ لا ما راح ترتاح أولا إن صبرتم أجرتم والقضاء جاري وإن جزعتم أثمتم والقضاء متعب شلون متعب؟ لأنك بدون الصبر لن تجد نفسك إلا جازعة يعني وشنو الجزع؟ الجزع حالة نفسية يعني حالة تمر بها النفس نوع ألم إنسان يحس بألم نفساني مو ألم بدني والله ضربة على الجسم وتتوجع لا هذا ألم في النفس لفقد محبوب أو فوات محبوب ما أكثر الأشياء اللي نحبها ونفقدها مو شرط يكون إنسان إنسان يفقد صحة يفقد مال يفقد أشياء كثيرة من حوله أو تفوته أشياء هو يحبها ولو أنا هناك كان حصلتها ولو أنا داخل في هالمعاملة كان أنا الرابح فيها كان ربحي ولو هالمشاركة وهالشركة هذا إذا واحد بيقعد يحسب هالنوع باللحظة اللي أنت فيها شقد قاعد يفوتك من هالأشياء يلا تعال حط لنفسك تشبتها في كل لحظة وفي كل نفس بعدد أنفاس الخلائق الفرص التي تتمناها وما توصل إليها ملك الله عظيم وعطاؤه عظيم فصار يعني الواحد أن يبقى على طول في جزاع وتعب إذن وين الراحة؟ قال الراحة في الصبر
هاي الصبر كل هالأشياء من حولك تمر عليك بردا وسلاما. وهذا وجدان اللي نشوفه يعني أشياء واجد إذا عودنا أنفسنا عليها أول الأمر نجد فيها تعالي تالي نستلذ بها تالي تصير لذة. هذا نشوفه في أهل الأعمال ربما الشاقة تقول هذا شي صبره في الشمس وش يخليه يعمل في الشمس وذاك في البحار وذاك في يواجه الحديد والنار ما أكثرها أعمال الأعمال المتعبة اللي تحتاج إلى جلد وتحتاج تقول هذا شلون صار إذا ما يزاولها ما يرتاح صار يأنس بها. ما تشوفه تمر عليه مثلا هو يصلح نخلة ذاك اللي كان في البداية يخاف يركب النخلة الصغيرة تالي صار ثلاثة أفصل وأكثر يا يركبها وهو يترنم بالأشعار وتشوفهم معنا يتغنون ليش لما صبر شنو نفسه على هالقضية هذه صارت بعدين أنس له صار. أذكر في عادة لما يصير ويانا بعض الزوار الحدادين يطلعون من البلد يروحون بلدان ثانية وهو متعود هني على مواجهة الشرار والحديد بدن متعود على يومية شقد يضرب شقد حداد بس يروح له شوية كم يوم في السفر جسمه هذا يتكسر ما يقدر حتى يطلع للزيارة. يقول تعال خلينا نوديك المستشفى نوديك ما يصير تجاي تريد. قال تدري أنا شنو دواي؟ قال ودوني سوق الحدادة. جايين الزيارة لو جايين نروح سوق الحدادة. قال هكذا ترى لما بدون ما أروح وأشتم ريح الكير أي رائحته والدخنة وها صار عبارة نوع إدمان زين وبدون ما أخذ هاي المطرقة وأقف على السندانة وأسمع أصوات حتى أذوني الآن تعبانة. هكذا الصبر يخلي من جبال المصائب ها فصبر جميل والله المستعان. هكذا معنى كلفة الجزع أتعب الجزع وأتعب من الصبر. وهذا أيضا لأمثلة أخرى لعل مثال واحد نحتاجه. شوف اللي جد على نفسه في شبابه وفي صغره وأخذ يتعب على روحه في طلب العلم تحصيل الشهادات يعني يحتاج له 4-5 خبز مدرسة وبعدها 4-5 سنوات جامعة ويحصل على وإذا يريد يواصل بعد دراسة بعد هناك له طموح زين. شوف هذا اللي صبر نفسه على أن يذاكر ويسهر الليالي ووطن نفسه وحبس روحه شوية تتوقع يكون منتهى العمر عنده لما يتقاعد شلون يصير هذا يصير شنو مريح لولا لأنه يعني وفر كل أسباب أن يرتاح كما يقول أمير المؤمنين تعب ساعة أو صبر ساعة يعقبه راحة ساعات. فاللي صبر نفسه صار في النهاية شنو حصل على وظيفة مناسبة وصار بعد ذلك يتقاعد تقاعد مريح. وذاك اللي فرط ما نقول الأرزاق لها أسرار يقول والله يا مناس ما عندهم شهادات وما عندهم شيء وكصارى واستوى وأريح من غيرهم. لا احنا ناخذ على الأمر الغالب الأمور هكذا ما من طلب العلا صار الليالي التعب. فهذا اللي فرط ما صبر روحه حتى يروح مدرسة قال لا ما عندي مزاج بعد مو بعد يسهر الليالي أو يقعد على تلك الكتب العريضة الطويلة والحفظيات والمعادلات. هنا السر فيه ما هو الصبر صبر نفسه ووطنها وحبسها. شفنا من هالنوع كثير يقول والله احنا ضيعناها وخسرنا أنفسنا وكان بإمكاننا فرصتنا مواتية لكن فاتت هكذا. وعلى هذا تقس جميع الأمور ما من شيء إلا ويحتاج إلى الصبر. نعم الصبر خصوصا في مصائب الدنيا نجتمع
في فقد شاب، لا زالت حرارة فقده في نفوس أحبته. الله يبرد القلوب إن شاء الله يمسح عليها. والصبر، الصبر هم يريد لتعزيزات، يعني واحد يقعد ببيته والله يقول أنا أصبر، لا، أطلع للحياة وشوفها هي بروحها راح تخليك تصبر. لولا أطلع من تلك الأماكن، روح وقف على المقابر، قول واحد أنا والله شلون أصبر، شوف لي نعم هناك معززات وهناك مقويات للصبر وهناك دعائم للصبر، منها أن تقف على مواطن العبرة والعظة، وما ما مشترى مثل المقابر مواعظ وعظة. إذا واحد يريد يتذكر الموت يذكره في بيته وفي الطريق، لكن لين راح المقبرة الموت غير، يشوف الناس هذول اللي كانوا وياه بالأمس كانوا معي واليوم، ويوقف على قبورهم ويتعظ، ولكل واحد منهم قصة وحكاية. واحد يحاول أن هذا يسوي له كتاب، يوقف على المقابر ويسأل عن قصص هؤلاء الأموات، شوف كل واحد له قصة، هذا حريق وذاك غريق وهذا مقتول وهذا مريض بذاك المرض. وهو بعد الآن أصبح عندنا في مقابرنا بعض مقامرنا ككتب موجودة الآن، تعال وقرأ بس ساعة الوفاة ويوم الوفاة وتاريخ الوفاة، الشاب رحمة الله عليه حدث ولا حرج، صارت مقابر هي في نفسها كتاب. ممكن أول لما ندخل المقبرة أكو قبور ندورها حتى نعرف قصتها الغريبة، الآن أمامنا ما شاء الله من القصص في الصغر. ندخل المقبرة إخواننا وأحبابنا أبو إبراهيم وأبو حسن حاضرين عن يميني من هالبلاد، من ندخل المقبرة نروح إلى قبر واحد يسمونه جاسم بن حج أحمد المدني، هذا توفى في السبعينيات على ما يدك، إحنا صغار، قبر مميز، ما كانت الحوادث مثل اليوم، مقابر كلها حوادث. أول تمر توقف على واحد مثلا بالحادث الفلاني بالمقبرة تعدهم بالأصابع. فهذا ولد أحبه أبوه اسمه جاسم من أهل البلاد، والولد إذا صار محبوب كل شيء يتوفر إليه، طلب من أبا هاي الدراجة النارية، بعد ولدي وأحبه، ومن الأب توفى بعد رحمة الله عليه، أم في حادث في إيران قبل كم سنة مضت، فوفر إليه هاي الآلة، ولكنها كانت آلة الموت، ويدري الأبو أنه هذه لا حتكون سبب إلى نقل ولده من الدنيا إلى الآخرة، ما اشتراها هذه عظة قلنا، لكن بعد ذاك احنا نقدم لأبنائنا بعض الأوقات ما نظن أن فيه السلامة، لكنه قد تكون فيه الندامة، الحافظ والله. فطلع الولد واندفع ابن دفاعا على ما أتذكر الحادث ارتطام في جدار، وبسرعة قوية هائلة تسببت في تناثر هذا الرأس، وقف الأب على مصرع ولده وولده بعد خلاص. زين شاهدي أنا هذا لما جابوه ودفنوه صار أبوه يأتي إليه في كل يوم خميس إلى آخر عمر، إحنا شفنا يعني آخر العمر ما انقطع سنوات طويلة، أقول لك أكثر من 20 سنة، 20 سنة عندك الوقت ربما قليل اللي يزور المقام، وخلى على قبره نقش قاشاني مكتوب عليه هذا الشعر، يا قارئا كتابي ابكي على شبابي، بالأمس كنت حيا واليوم في التراب. يعني التعب صرنا احنا صغار، من نروح المقبرة ويصير مناسبة جنازة نندفع نروح بس نقرأ الشعر هذا، ونتصور يعني أن كل واحد منا عرضه الله يحفظ الجميع في شبابه في أي وقت
وعليه أنه يستعيد العظة. هنا لا تقول والله أنا بعدي صغير وأنا بعدي شباب وأنا بصحة وعافية. كم واحد كان بيننا صحيح البدن في الليل أصبح المنادي ينادي عليه من أراد أن يشيع. لي جاية بالصحة ولا بالشباب ولا غرضنا. الشعر اللي بدأنا أو الشعر اللي بدأنا به ينظر إلى قضية من هالنوع. ذنون المصري لما أراد يوعظ نفسه يقول رحت عند المقابر على باب المقبرة وكلما جاءوا بجنازة وسألتهم هذا منو قالوا هذا العالم الفلاني شوي هذا الطبيب الفلاني شوي هذا الحاكم الفلاني هذا القاضي الفلاني على مختلف أنواعهم مهما عظمت مقاماتهم فإلى التراب. يقول يوم من الأيام هذه موعظة خاصة وينقلها يقول جيت على العادة كثير من اللي وقفوا على المقابر البهلول واحد منهم أمير المؤمنين سلام الله عليه له وقفات ووقفات لما كانوا يسألون قال هذه وصية حبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي زر القبور واعتبر بيوم النشور. يقول أجي إلى أناس إذا جئتهم ذكروني آخرتي وأأمن منهم سطوات اللسان ما واحد منهم يغلط علي ولو قمت منهم ما يغتابوني. يقول هذه صفات أهل القبور استجليها أمير المؤمنين. فهذا يقول ذلك اليوم أنا مار على عادتي يجي المقبرة وإذا أسمع صوت من بعيد أنين فتاة في مقتبل العمر لكن شلون أنين يقطع القلوب. يقول هاي من القضايا التي زادتني يعني تمعن في الحياة وتسلح بالصبر. يقول جيت إليها من بعيد أمت الله ما بكي. يقول أبصرت وإذا أمامها أربعة من القبور وكلهم في شكل واحد يعني من حيث أنهم يبين يعني أيام صار إليهم مقدامة لكن قبر منهم كبير وقبور ثلاثة صغيرة. قلت لها أمت الله ما قصتك؟ قالت دعني وشأني روح بطريقك. قال أنا أريد العظة لنفسي والاعتبار. ألح عليها قالت لتعلم أني امرأة تزوجت بزوج حنون طيب أنجبت له ثلاثة من الأولاد أصبحت يوما وأنا أنظر إليه وإليهم وأنا في غاية من السرور وأمسيت وأنا على قبورهم الأربع أرثيه. يعني أسرة قب حوادث أن أسرة كاملة تروح أم أيضا بعد حدث ولا حرج حوادث الدنيا وما من حولنا في كل ساعة تسمع أخبار. يقول أنا أصبحت شلون صير يعني نعم شنو القضية يعني. يقول أصبحت زوجي كان يريد أن يصنع طعام لأهله يزورونه راح يطعم وحضر الشاة يذبحها لأنضجها لهم. ولده الأكبر رآه وهو يذبح الشاة لما خلص أبوه من هذا وضع السكين في جانب وانتهى وقمت أخذتها أنا ووضعتها في القدر. أخذ السكين وقال لأخيه الأوسط تعال أفعل بك كما فعل أبي بالشاة. ما أكثر ما يقلد أولادنا داعيك على المنبر. حادثة جرت إلي وهذه بعض الألبسة اللي يأخذون يأخذونها الأولاد إحنا بعض ما نعرف في قصتها بعض الأوقات أخذ له لباس يسمونه السوبرمان ولبسه لولدي وين بتروح؟ قال بروح فوق السطح. يبى يرمي نفسه من على السطح لو ما قبط عليه راح. يقول بطير يقول وين الطير يقلد يشوف التلفزيون يشوف الهواتف يريد يسوي تعال انت الحق عليه لا يروح. هذا وضع السكين على أوداج أخيه وذبحه. لما شفت المنظر المذهل يقول طار عقلي يا المرأة. هاي الولد الثالث كان يدب على الأرض يحبو مندهشة بما حدث على الولد الأوسط من أخيه الأكبر تعلق بالقدر وهي تغلي
فاندفقت عليه وأنضجت. طفل يحبوش أنا صاير إنه لو شوية ما يصاخني أذي مو لحم ينضج. يقول فزادت مصيبتي. الولد هذا اللي ذبح أخوه لما شاف صراخي فار، جاء الأب ورأى ولدا أنضجه القدر وولدا مذبوحا، أخبرته عن الكبير أنه فر، ولنا في الجوار غابة مسبعة، بيتنا مطل على بر وهالبر فيها سباع. مضى الأب ما مضى وإذا بالسبع قد افترس الولد، شال على صدره فيما بقي منه، وعلى باب الدار أمام رؤيا الأولاد خر الزوج ميتا. وانتهت قصة قد بدأت بأحلى أيام العمر وتنتهي اليوم. قلت شلون بعد انت شلش قد عايشة يعني شو السبب يعني أنا ما انداري انت هاي الآن بقاؤك بأي شيء؟ قالت بالصبر، صبرت فكان الصبر خير مطية وهل جزعون يجدي. يفيدنا يعني فأجزعوا صبرت على ما لو تحمل مثله جبال برضوى أصبحت تتضعضع. إلى أن قالت هذا المعنى، تقول الآن وجفت من العين الدموع وإن بكت فما هي إلا من دم القلب تدمع. الحزن هذا إذا كان هذه المواقف ترى كلها ترى مع عظمها هناك ما هو أعظم وأعظم. في يوم نعم أذهل العقول الصبر فيه، هذا الذي أراد له الله أن يرى أحبة كلهم يذبحون أمامه. على بعد أكو بعد الملائكة تعجبت، الملائكة تعجبت من صبره، أي صبر هذا؟ كل الأولاد، كل الإخوان، كل العشيرة، كل الأصحاب وقف وهو ينادي بالأمس. نعم وكلهم كابد مصارعهم، هو بنفسه يروح يوقف عليهم واحد واحد. واحدنا يفقد عزيز وفي موت عادية شلون يندهش؟ لهذا تعجبت نعم الخلائق من صبر الحسين. يقل لله صبرك يا غريب الغاضرية، يوم شفت الأحباب بالغبرة رمي. مطلوب مني أنا أطوف على المصائب كلها، هذا عن شمال وهذا عن يمين، هذا يجذب أنفاس دا يصعد ونين. عباس شفته مقطع شماله لله يا صبرك يا غريب الغا. الشباب ما فقد الشباب حسرة، واما الولد الاكبر نعم رأيتها وهو على تلك الحال، والولد الأكبر شفته مقطع وصال، ما صار في العالم مثل حسن وجمع، والجاسم العريس يعفر عن شمال. لله صبرك يا غريب الغا. بعد من المصائب قال واما رضيعك فوق صدرك ذاب حين. من يحتملها هذه؟ واما رضيعك فوق صدرك ذاب حين شفتي لولح رقبته وغربت
رديت بالخيمة وجت تصرخ اسكينة لله صبرك يا غريب الغاضر. ها احنا سمعنا احنا سمعنا الحسين شاف كلها بعينك عاينتها المصايب. طبيت للعركة شباب طلعت شايب والجبد منكم فطر والقلب ذايب لله صبرك يا غريب الغا. وتالي بقيت وحيد بالميدان حائر تسمع بالمخيم إلى صوت الحراير لأصحاب صرعة وحاطت عليك العساك ما مثل يومك يا غريب الغا. رابط الجاش حملت وحدك على أعادي والعطش فتت موجتك والقلب صادي. اسم الله على قلبك يا شمامة عادي لله صبرك يا غريب الغا. وخريت والسهم المثلث مزع شبدا وفوق الرمال الحارة خليت خدا وجاك الدعب سيفه ولا راع على جدة يهتف داك روحي يا غريب الغا. مات اللام مات اللام حقك هذا حقك. خريت والسام المثلث مزع شبدا وفوق الرمال الحارة خليت خدا وجاك الدعب سيفه ولا راع على جدة اكتف داك روحي يا غريب الغا. الحسين والله مصيبة تذوب للقلوب. أي المحاجر لا تبكي عليك دمان أبكيت والله. الحسين والله مصيبة تفتت للقلوب ما لوم والله شيعته لو شقت جيوب ونصبت ما تمهيت نوح بدمع مصبوب وتجدد الأحزان كل صبح ومسيء. يا حسين بعدك لا هنا